الالتروجي سكان اللي هو الالتراساوند اللي نشوف فيه تفاصيل اعضاء البيبي. تمام، انت اسهل لك تشوفي الشاشه اللي قدامك في الجدر، احسن لك عشان رقبتك. فانت اليوم 20 اسبوع و6 ايام، الجهاز يقول 21 اسبوع، فماشيين مع بعض، فرق اليوم ده طبيعي. اوكي، وزن البيبي حول 400 جرام، وهذا الوزن الطبيعي للبيبي في هذه المرحله من الحمل. بعد كده طبعا شفنا اعضاء البيبي او تكوين البيبي زي ما اتفقنا. فهنا بس شفنا موقع المشيمة انه بعيد عن مخرج الولادة، احنا نبغى المشيمة ما هي متقدمة على البيبي. هنا راس البيبي داير ما يدور، ومن ناحية للتانية هذا شيء في الدماغ اسمه الثلاماي، هذا اسمه كيفم سيبتم بروسيدم. هذه بطن البيبي داير ما يدور، هنا المعدة وهنا الكبد، هذا فخذ البيبي العظمة البيضة. تمام، وبعدين وبعدين هنا رجعنا للدماغ، هذا اسمه السيربيلم او المخيخ، ويمشي زي الاسابيع 2.0 يعني زي ال 20 اسبوع. هذه المنطقه اسمها بوستير فوسا، هذه اسمها نيوكال فولد، وهذه اسمها اللاترال فنتركل، وهذه اسمها الكروي بلكسس، وهذه الناحيه الثانيه. فكل اللي شرحت لك هو ده في الدماغ، وكله سليم وممتاز الحمد لله. تمام، طبعا غير البطن والفخذ، هذول برا الدماغ يعني ما حد فخته في راسه، صح؟ هذا بروفايل للبيبي عشان نشوف دقن البيبي، يهمنا دقن البيبي يكون حجمها مناسب، انه في بعض الاطفال عندهم حاجه اسمها ماكروجنيثيا، الدقن صغير وعندهم مشاكل هنا ممتازه. هذه شفه البيبي، الشفه اللي فوق، هذه الشفه اللي فوق، هذه الشفه اللي تحت. طبعا عشان الناس تتخيل، ممكن توريني تحطي الكاميرا عليا وهي برضو تطالع فيها، تشوفيني انا هنا. فهذه الصوره كانه البيبي تحت المويه، ونطلع وهذه الوصله برا، فايش نشوف؟ نشوف الخشم والشفايف. فهنا هذه فتحه خشم، فتحه خشم، الشفه اللي فوق والشفه اللي تحت. هذا البيبي كانه طالع من تحت المويه. تمام، فهذا المنظر عشان نشوف لا يكون في ارنبيه او حاجه زي كذا. اوكي، هذا العمود الفقري من فوق ومن النص ومن اسفل كامل كذا شفناه. يهمني في العمود الفقري انا انه نشوف هذا السكين الانتاكت سكين، انه ما في فتحه خارج منها حاجه لا سمح الله. تمام، وطبعا زي ما قلنا شفناها من فوق، يعني هذه المنطقه، هذه المنطقه اللي فوق اللي هنا جايه مثلا هنا عشان الناس تشوف، هنا لاصقه ما احنا شايفينها بس شفناها في الصوره الاولى. تمام، فالعمود الفقري كله شفناه الحمد لله. هنا الكلى عندنا على اليسار واليمين، هذه الكلى حقت البيبي. مره ثانيه طبعا صعب اشوفتها الناس اللي ما هم متعودين، بس هذه كلى وهذه كلى، هذا حوض الكلى، هذا حوض الكلى، هذا العمود الفقري حق البيبي. وهذا الحجاب الحاجز، الخط الاسود ده الخفيف يفصل بين القلب او منطقه الصدر والبطن والامعاء والكلام ده. تمام، وهنا المثانة البولية والأوعية الدموية اللي حوالينا هيكونوا اثنين شريانين، لأنه الحبل السري فيه شريانين، هذول هم على اليمين وعلى اليسار من المثانة البولية. هنا مدخل الحبل السري في البطن، وهذا مدخل الحبل السري في البطن، يهمنا عشان بعض الأطفال عندهم مشكلة في دي المنطقة. حجرات القلب الأربعة، 1 2 3 4، هذه حجرات القلب الأربعة مرة ثانية. هنا فيديو عشان أشوف مخارج القلب، فيصوروا لي لايف عشان أشوف. لا هنا ما شفت اللي انا ابغاه، نشوف الصوره اللي بعدها. هذا المخرج اليمين، هذا المخرج اليسار، بيرلي سين يا جيرل، فخليني اشوفها مره ثانيه. هذا اللي اوكي، فهير ذيس از ليفت، يو سي ذيس از ليفت، هذا المخرج اليسار حق البيبي اللي هو كذا. تمام، اكيد خلاص. وهذا المخرج اليمين، لسه ما وصلنا البنت. وهذا الجدار حق البيبي، حق القلب سوري. وهذه يد البيبي، كوع ساعد يد، وهذه اليد الثانية شفتها ها بينها يا بنوتة مدام بيدها بالتادة. وهذه رجل، وهذه رجل، حاط رجل على رجل. ايوه، وهنا باين انها بنوتة، هذه المنطقة اللي بين الرجول عند الحفاضة، فباين خط خط خط، ما في قضيب ما في خصية، وفي الثلاثة خطوط هذه. فهذه يا بنت يا ولد، ما عنده ذاك الشيء، فهي ايش؟ بنت. طيب الحمد لله. وهذه الصورة الأخيرة اللي أنا صورتها حقت المخرج اليسار. طيب، فهذه الأشياء نسميها إحنا المورفولوجي سكان، اللي الناس أو بعض الناس يسميها ثلاثي ورباعي أبعاد، ما هي ثلاثي ولا رباعي أبعاد. هذه بس نقطة تثقيفية أخرى، إنه الناس تعمل هذه الأشعة وبعدين تعمل صورتين في الأخير للصورة هذيك، تبين لك وجه البيبي، يقول لك هذا تصوير ثلاثي ورباعي أبعاد. فكل الفيلم ده ما نحتاج فيه غير ده التصوير اللي هو يسميه مورفولوجي سكان، هو ثنائي ابعاد. هذا بيدي تفصيل البيبي. الان بعض المرضى اللي يبغوا يشوفوا شكل البيبي اللي هو الثلاثي والرباعي الابعاد، اللي هو ما له دخل من ناحيه طبيه ولا يفيد من ناحيه طبيه، نعمل لهم صوره صورتين بس لهذه المنطقه. ومش الان، البيبي دحين ما في لحم، 20 اسبوع،
نستنى بنصير كلبوس كذا زي ابوه. عليك حبيبي. فلما نستنى كده على 28 اسبوع 26 اسبوع يبان اللي يبغى لحاجة غير طبية، بس الطبية اليوم شفنا كل شيء احنا نبغاه من ناحية طبية. تمام؟ اي سؤال؟ ايوه السفر ايش هو؟ ان شاء الله مسافرين بعد اسبوعين. ايوه فكنت بسالك لندن برد ايش رايك؟ ايوه ما في مشكله ها فاين. هو بيقول لي انا اروح مع اهلك وتصور لي هناك قول له حاول غيرها. ايوه لا لا عليك تقدر تسافر لين 34 اسبوع ما عندك مشكله. والبنات يدوك اخطار من هنا ايوه انه احسن ايه عشان تروح المطار احد يقول لك ها اي او اه تطلع من الخطاب. تمام لازم موافق على طول. ان شاء الله بس الفيزا كمان يوافقوا مره واحده كمان وخير ان شاء الله. اي شيء ثاني؟ كله تمام؟ طيب فخلاص زي ما اتفقنا حتحاولي تاخذي الفيتامينات ما ضبطت حتبلغيني هديك هي في الوريد وان شاء الله اشوفك بعد شهر. يلا يعطيكم العافيه. باي. السلام عليكم.